السلام عليكم. موقع اسمه فاليديتور اي اي، ده عباره عن ايه؟ لو انت عندك فكره مشروع، تمام، بتدي له فكره المشروع وتقول له اديني الفيدباك بتاعك، قول لي ايه رايك في الفكره ديت، تمام، عايز مثلا تفتح قهوه، عايز تفتح كاف شوب، عايز تفتح اي حاجه، فهو بيبقى يحلل لك المشروع دوت ويقول لك ايه المزايا وايه العيوب. هو مش بيديك الراي النهائي بس بينبهك لاهم الحاجات اللي تخلي بالك منها، وممكن تقول له شو مي اكزامبل فيبدا يوريك بعض الاكزامبل. الموقع جميل جدا، في ناس كتيره بتشكر فيه، هو بيديك يعني نصايح في اي مشروع انت بتفكر فيه. ممكن تديله ديتيلز كمان بحيث ان هو يديك نصايح مخصصه ليك اكتر.